يقوم الباحثون في جامعة شيفليد هالان بتطوير جلد صناعي مصاب لمساعدتهم على تطوير علاجات جديدة لمرضى الأكزيما، بما يسمح لشركات مستحضرات التجميل والأدوية باختبار المنتجات كما لو تم تطبيقها على جلد الإنسان الطبيعي. على الرغم من أن الجلد الاصطناعي ليس جديدا، إلا أنهم يقولون إن هذا هو الأول الذي يمثل حقا مشاكل الجلد التي يعاني منها الناس. وتقول إيمي غرايسون باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة شيفليد هالان: نحن نزرع جلدا صناعيا في المختبر ونصنع نموذجا ملتهبا من الجلد يمثل التهاب الجلد التأتبي، ثم ما نفعله هو أن نضع بكتيريا الجلد السليمة على النماذج لصنع نموذج أكثر تمثيلاً، لأن النماذج السابقة في الماضي استخدمت الجلد الملتهب فقط، لكنها لم تأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميكروبيوم الجلد له تأثير على الجلد.